انا اقول ان الموساد عندما نشر بعد العمليه، نعرف ان في عمليات الاغتيال وهذا معروف بمفهوم القانون هو القتل خارج القانون، ولا تترك بصمات خلف عمليه القتل بالعاده بالاغتيال، الاحتلال لا يترك خلفه بصمات. هذه المره اصدر بيان الموساد لاول مره مقتضب، قال الان نحن بدانا. اذا هذه بصمات الموساد الاسرائيلي بشكل واضح، وهذه عمليه قد يتبعها عمليات اخرى، وبالتالي تضع الامريكان اذا كانوا يتحدثون عن هشاشه فالامريكان هم الذين وضعوا هذه الهشاشه، وانا لا اعتقد ان بايدن هو صاحب قرار وشارك في ذلك، ولكن كما قلت شاركت اعضاء الكونغرس الذين لهم اسهم في الشركات وفي نفس الوقت الاجهزه الامنيه الامريكيه.